واليوم رح نحكي عن عضلات السطح الأنثي من القائمة الأمامية. بس قبل ما نبدأ لحتى تفهموا الشرح، هيك كانت وضعية العينة على السطح الأنثي، والصورة حاليا رح توضح لكم كيف كانت الوضعية. رح نبدأ أول شيء بمنطقة لوح الكتف، رح نبدأ من الأمام للخلف، نبدأ بالعضلة فوق الشوكة والعضلة تحت اللوحية والعضلة المبرومة الكبرى والعضلة العريضة الظهرية اللي حكينا عنها بالجلسة الأولى. وننتقل هلق لمنطقة العضد، نبدأ بالعضلة ذات الرأسين العضدية والعضلة العضدية الغرابية التي تتميز بأن أليافها لماعة، والعضلة موترة اللفافة الساعدية مكونة من جزئين، جزء صفائحي وجزء موشوري، والرأس الطويل من العضلة ذات ثلاث رؤوس العضدية، وبجانبه الرأس الأنثي. وننتقل هلق لمنطقة الساعد، بس هو بدنا نحكي شغلة بسيطة، انه عضلات السطح الأنثي من منطقة الساعد يكون فعلها قابض خلف العظم مباشرة. العضلة القابضة الرسغية الكعبرية والعضلة القابضة الرسغية الزندية، وبنرفع العضلتين هدول عندنا العضلة القابضة الإصبعية الغائرة التي تتكون من ثلاث رؤوس، الرأس العضدي اللحمي والرأس الكعبري والرأس الزندي الذي يتكون من جزء لحمي وجزء وتري. وتحت العضلة القابضة الرسغية الزندية مباشرة عندنا العضلة القابضة الإصبعية السطحية